بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم المشاهدين اللي بيتتبعونا، كان لهم اهتمام خاص بحلقات القرود، وكتير منهم طلبوا المزيد من حلقات القرود. كل مناسبة قابل حد يقول لي فين عاوزين قرود 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 قرود، كله عاوز قرود. مش عارف ايه سر اهتمام الانسان بالقرود. يبدو ان الانسان بيشوف في القرد طفولته، واحيانا بيشوف نفسه، واحيانا بيشوف اللي مخبيه، واحيانا بيشوف اللي جواه. انا ساعات لما ببص للقرد اكني ببص في مرايه من مرايات السيرك. انتوا عارفين مرايات السيرك اللي هي بتخلي الوش مطاول وبعدين وش مفلطح وبعدين، فاكني ببص في مرايه من مرايات السيرك. وبحس احيانا ان القرد ده كاريكاتير انسان. حتى الاسامي، يعني يقول لك ناس نس ناس، او فلان بينسنس يعني بياكل زي القرود. وزي ما قلنا الوجه المستخبي في الانسان القرد بيفضحه، فهو عقلنا الباطن، هو الحيوان اللي جوانا، هو تأصيل لسلوكية الإنسان. وعشان كده أحيانا عشان يفهموا الإنسان وسلوكيته بيلجأوا إلى دراسة سلوكية القرود، لأن سلوكية القرود فيها تأصيل لسلوكية الإنسان. والشبه بالاتنين أكتر من مجرد شبه خلقة، ده شبه نفس كمان، في النفس من جوه. فاحنا الليلة دي هنسهر سوا مع القرود عشان عشاء القرود ينبسطوا، وهنختار موضوع مشترك بيننا وبين القرود، هو الحب الجواز في العيلة القرداوي والحب والزواج في العيلة الإنسانية. والحب عندنا برغم انه هو بيبتدي رومانتيكية وشعر وكلام حالم وخيال وشايف القمر يا ليلى وسرح وجوابات معطرة، إلا إنه بعد الجواز بيبتدي يفصح عن شكله الحقيقي. فإذا به في أغلب الأحوال تنازع سلطة، صراع سلطة، محاولة لكل طرف انه يمتلك التاني ويضع اليد عليه. الزوج يحاول ان يمتلك الزوجة ويفرض عليها الوصاية والحراسة ويعطيها اسمه لتكون امتداد له، ويتصرف معاها اكنها بتاعته ملك. والمرأة بالمثل بتحاول تمتلك الرجل باساليبها الخاصة، حكاية الواجبات والمسؤوليات والأولاد، وتحاول تملكه بطريقة تانية مستترة، هي الغيرة. هي الغيرة هي نوع مستتر من محاولة الاعتقال، فين رحت، فين سهرت، فين كنت مع مين، نوع مستتر للاعتقال. فإذا ما نفعتش الطريقة دي تحاول تسير غيرته هو عليها، وبذلك تعتقل مخه، تخلي تفكيره باستمرار طول الوقت هي فين وراحت فين وجات منين، تستولي على انشغاله، تفكيره، عقله، قلبه، جيبه. فهي أنانيتين، كل أنانية بتحاول تمتلك الطرف الآخر. والنتيجة ان الزواج ما بيبقاش حاصل جمع اثنين، والمفروض يبقى حاصل جمع اثنين، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن اللي بيحصل انه بيبقى حاصل طرح ومش حاصل جمع. الزوجة اللي تصورت ان هي حريتها هتبقى مضاعفة، حريتها زائد حرية جوزها، بتفقد حتى حريتها الشخصية. والزوج اللي تصور ان الزواج هيبقى بالنسبة له انفتاح على العالم والناس،
يتحول الزواج إلى نوع من الانغلاق والعزلة عن الناس. بدل واحد زائد واحد بيساوي اثنين بيطلع الحكاية واحد ناقص واحد بيساوي صفر. وده بسبب التصرف الأناني من كل طرف. الحكاية دي مش عندنا بس، ده هنا وفي بلاد برة برضو نفس المشاكل دي، لكن يمكن في بلاد برة أسوأ، لأن كل طرف بيحاول يتمرب على طريقته، هي تحاول تتخذ لها عشاء وهو يحاول يتخذ له عشيقات، وأحيانا يوصل التمرد إلى نوع من الانحراف بالفطرة والبحث عن الإشباع في أنواع من الشذوذ. هي نفس الموضوع برضو في النهاية أنانية بتحاول تغير الموضوع، تتخذ لها موضوعات جديدة. ما أقدرش أقول إن ده كل حالات الجواز، لكن ده الغالب، قليل أوي واحد في الألف يمكن اللي هو الجواز نلاقي فيه المودة والرحمة اللي ربنا قال عليهم. النوع المودرن بتاع الجواز اللي طلع دلوقتي اللي هو حكاية راسي براسك، أنا زيك وأنت زيي، أنا دكتورة وأنت دكتور، أنا صحفية وأنت صحفي، أنا مدرسة وأنت مدرس، أنا أدفع وأنت تدفع، أنا أكسب وأنت تكسب، أنا ليا مفتاح عربية وأنت ليك مفتاح عربية، أنا ليا شقة وأنت شقة، أنا أسهر زي ما أنا عاوز وأنت تسهر زي ما أنت عاوز، اللي هي النوع اللي بيسموه حكاية المساواة بين الرجل والمرأة وراسي براسك. طبعا ده طبعا كلام فارغ، لأن ما بيستويش رجل وامرأة، ده حتى ما بيستويش رجل ورجل ولا امرأة وامرأة، وعمره ما استوى اتنين من أول ما ربنا خلق الأرض، ما استواش اتنين أبدا. يعني سنة الدنيا التنوع والتفاضل. لكن ده الموضة الجديدة، والنتيجة زيادة في المشاكل. ليه؟ لأن أصبح مستحيل التنازل من طرف للآخر، كل واحد مش عاوز يتنازل. فإذا الرجل قبل الوضع برضو مش بيعجب الست، ترجع تقول أنا عاوزة واحد قوي، أنا عاوزة واحد شخصيته قوية، أنا عاوزة واحد يحميني، أنا عاوزة واحد ظهر لي أستند عليه. الله، طب ده أنت لسه بتقولي راسي براسك، طب لما حصل بقى راسه براسك مش عاجبك، رجعت تقولي عاوزة القوي برب، رجعت تاني تقول عاوزة القوي، عاوزة اللي شخصيته أقوى مني، عاوزة اللي ظهر أستند عليه. طبعا كان أجدادنا أسعد، أمهاتنا وأبائنا اللي هم كانوا يمثلوا نوع آخر من الزواج، المرأة كانت تخش على بيت الزوجية والرجل بالنسبة لها ربها، لا يسأل عما يفعل، تتكيف نفسها على عيوبه وحسناته، تعتبره قدرها النهائي وخلاص. وفعلا كان الزواج زي زمان أيام أجدادنا أكثر نجاحا، وبفضل هذا الجواز الناجح اتربينا وطلعنا احنا. لكن جواز حكاية راسي براسك دي بيؤدي إلى زي ما قلنا مزيد من المشاكل، لأن في النهاية إيدين على الدفة مش هيقدروا يمشوا المركب، لازم إيد واحدة تمشي، شعور اتنين هيخشوا من الباب في نفس اللحظة، لازم واحد الأول واحد وراه، هيخشوا حشر، هتبقى المشاكل كلها، كل اللي قلناه في تنازع السلطة هيبقى على أكثر حدة. احنا تعودنا نشتم الحيوانات ونقول الحب الحيوان والبهيمية كنوع من احتقارنا للحيوانات، و ده الكلام ده بنقوله بناء على تركيز الحيوانات على الفعل الجنسي، ودايما بنصور الحيوانات على انهم البهيمية والحيوانية والانحطاط والهبوط والى اخره. وطبعا اللي تتبعوا معنا الحلقات من ايام ما ابتدت شافوا نماذج كتيرة جدا في عالم الحيوان والحشرات والطيور، اطلاقا غير الكلام ده، ضد الكلام ده خالص. يمكن الانسان في كثير من الاحوال اكثر بهيمية واكثر حيوانية من الحيوان. شافوا قطعا حلقات عن الغزل، مش صحيح ان الحيوان يهجم كده الذكر على الانثى ابدا، ده الحيوانات فيها حكايه الغزل، واحيانا طقوس الغزل بتبقى عجيبه. وفي الطيور بقى شوف انواع الرقص وانواع البلي وانواع الغنى وانواع التطريب، وحدث بقى عن سطح الكروان وعن تغريد البلابل ما شئت،
وكل أغاني العصافير وكل المزورات الموسيقية الحلوة دي هي غزل الطيور. وفي الحشرات ده احنا شفنا عنكبوت بيقدم هدية لعروسه ليلة الزفاف، عبارة عن حشرة ولففها كده وبيديها هدية، وده ايه عنكبوت حشرة، فشوف المغاملة. واحيانا طقوس الغزل في الحشرات بتبقى طقوس غريبة، يعني غاية في التعقيد والعجب، وما فيش حشرة تقرب ذكر ده ما يقدرش يقرب الا ما تديله اشارة موافقة. فالحيوانات ليسوا حيوانات بالقدر اللي احنا متصورينه، والعلاقة بينهم ما يشبه بالبهيمية اللي احنا متصورينها، بل هي في اغلب الاحوال علاقة مليئة بالغزل والتودد والتحبب. وبعدين شفنا نماذج وفاء في الطيور، الذكر لما تموت ولفته يرفض اي تزاوج لغاية ما يموت، ويعيش في حالة وفاء على لذكرى الوليفة اللي ماتت. انواع من التضحية عجيبة، شفنا الاخطبوط باخطبوط الانثى تحتضن البيض وتصوم، عشان لو كلت هتطلع فضلات، الفضلات هتسمم البيض تموت اليرقات، فتكون النتيجة ان الاخطبوط تنها صايمة 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 لغاية ما تموت. نوع غريب من التضحية. سمك السلمون هنعمل حلقة عنه برضو، غريب جدا في رحلة الهجرة العجيبة صعودا من المصب إلى المنبع، ومن البحار الباردة للبحار الدافئة عبر مساقة المياه، ماشي ضد التيار بالعكس، رحلة مرهقة جدا لغاية ما يوصل للمياه الدافئة، ويحصل يبتدي التزاوج، وبعد ما تضع الأنثى البيض والذكر يلقحه الاثنين يموتوا. تضحية غريبة، كأن كل دورهم إن هم يطلعوا الأجيال الجديدة وبعد كده يموتوا هم الاثنين من الإرهاق. شفنا نماذج من النظام عجيبة في المجتمع الحيواني، في المجتمع الحشري، في النمل والنحل والترميت، شفنا تنظيم وتوزيع وظائف، وشفنا الأنثى ملكة مهابة، ملكة مهابة تؤمر وتطاع يطاوعها الألوف. وفي فصائل أخرى من الحيوانات شفنا الذكر سلطان مهاب أمره لا يرد. وبعدين النظافة، شفنا نماذج من النظافة عجيبة في حلقات سابقة، شفنا القرود تتفلى وتتمشط، والقرد اللي بيغسل البطاطا ولا أحسن غسالة. فحنشوف أيضا في حلقة عن النحلة عجائب نظافة النحل، في إن في ممنوع على النحلة أنها تتبرز في الخلية، إذا اقتضى الأمر تتبرز في الفضاء وهي طايرة، إنما إذا احتاج الأمر إلى أنها تقعد في الخلية مدة طويلة وامتنع عليها الطيران ممنوع التبرز، تحتفظ بأوساخها فيها لغاية ما تموت. وأول ما تطلع النحلة الشغالة من الفأس أول شيء تعمله تستحمى وتقعد تكمس. حاجة غريبة جدا، ودي حشرات حيوانات فيها كل الحاجات اللطيفة، النظافة، النظام، الوفاء، التضحية، التودد، التحبب، الرقة، الغزل. فالتهمة اللي بنتهم بها الحيوانات مش صحيحة، في كثير من الأحوال الحيوانات أرق وألطف من الإنسان، والإنسان أكثر بهيمية من الحيوان. أيضا احنا دايما نتباهى على الحيوان بان احنا بتوع العلم وبتوع العقل، انما الحيوانات ده العالم العجموات اللا عاقلة، مع ان في الحقيقة في الحيوانات دي فينا نماذج غريبة من العلم. يعني مثلا الخيول والسمك الاثنين بيكتشفوا الزلازل قبل ما احنا نكتشفها بوسائل احنا ما نعرفهاش. العنكبوت قدر يبني البيوت المائية تحت المية، بنى قباب هوائية وعاش فيها قبل ما نعمل احنا البيوت المائية اللي تحت المية بملايين السنين. شفنا في حلقة سابقة سيلفر سبايدر او العنكبوت الفضي ازاي بيبني قبة هوائية تحت المية. حشرات الترمايت اكتشف التكييف الهواء وبنت بيوت مكيفة الهواء
قبل ما الإنسان يبني بيوت المكيفة بملايين السنين. النحلة الملكة بتقدر تعمل تحكم في النسل، ومش بس تحكم، يعني تخلف بالعدد اللي هي عايزاه، ده كمان بالجنس اللي هي عايزاه، يعني كذا ذكور كذا إناث كذا شغالة، تقدر تحدد سلفا الفأس هيطلع ايه. عمره ما في اي امرأة تقدر تعمل الحكاية دي، تقدر تخلف ولدين وبنت، او المرة دي بنت والمرة دي ولد على كيف، دي مش ممكنة. ولغاية دلوقتي بعلمنا الموجود مش قادرين نعمل الحكاية دي، لكن النحلة الام بتقدر عن طريق حوصلة بتشيل فيها السائل المنوي، وهي بتبيض تضغط على الحوصلة فتلقح البيضة فيطلع الفأس أنثى، أو ما تلقحش فيطلع ذكر، فأزم على كيفها تطلع ذكور زي ما هي عايزة وبالعدد اللي هي عايزاه. ودي حيوانات حشرات ربنا اداها من العلم أكتر من العلم اللي اداهولنا. دي لمحات سريعة، يعني لما الواحد يتأملها يتردد قوي 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 قبل ما يقعد يشاوح كده بإيه، يشاوح بيده يقول لك حشرة حيوان بهيمية بتاع كل الحاجات دي، يتردد كتير قوي قبل ما يحتقر الحيوانات. وحنرجع للقرود وحناخدكم معانا في فيلم، ونخش نشوف حياة القرود الزوجية. للزوج شوفوا اللقاء هيحصل ازاي، شوفوا اللقاء. يا عيني يا عيني على الخضوع والرق، شوف بقى بتفلي تقول له ده انك طولت يا حبيبي، شوف العناية، ده انك طولت بقالك يومين ما حلقتش، شوف شوف وهو ايه سايب نفسه كده وحاجة مبسوط وحاجة متكيف اخر كيف. شوف بقى هي تمشي وراه وهو قدامها، من فيرست ليديز سكند، شايفين كل واحد عارف مكانه بالظبط. شوف لمسات الايدين الحلو، عاوزة تطلب حاجة تشحت تسمح تدين، مفيش حاجة اسمها قلة ادب. و يا عيني يا عيني على اللمسات الظريفة، شايف تعالي يا حبيبتي تعالي، شوف لبده فيه ازاي ومحنيه ازاي، شوف شوف الاحساس بالعيل كله كده متكون كده جوه صاحبنا، صاحبنا سلطان كده حاجه. دي القرده سنها 6 سنين، دي بنوته سنها 6 سنين. يا سلام، ما ناظر تحبب كده غريبة، تودد لطافة. بتسمح كل حاجة بالأدب، صاحبنا كده بيه كده محترم، مفيش حاجة اسمها قلة أدب أبدا. حاجة عجيبة صحيح الله. شوف هو قدامه الباقي وراه ازاي، وهي بتقرب منه طبطب عليها كده. مصور عبقري ده، بيصور الحاجات دي بعدسة تلسكوبية من بعيد. شوف شوف السلطان كلهم وراه ازاي، الذكر صايع بيبقى هالفوت متشرد وداير يدن في الغابة، اللي شايل الهم كله هي الزوجة. شوف العجوزة، شوف البنوتة 6 سنين، حاجة آخر جمال. بص 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 ازاي، شوف شوف الخضوع، شوف إبداع الصغير يبدي الخضوع على طول أول ما يجي يطاطي
والنتاية الطاطي. شوف بالبيه, شوف بالبيه اللي مقعوص دلوقتي هيبوسوا رجله, هيدي رجله عشان يبوسوها. شوف استنوا منظر غريب قوي, بوس رجلي بوس بوس, ايوة كده سبود حاجة غريبة قوي. إلى عيلة شوف هو يأكل الأول, الذكر يأكل الأول, إذا فضل حاجة يديهم. شوف دي تستنى إزاي نصبها. إذا فضل حاجة يوزعوها على بعض, إنما هو اللي يبتدي يأكل. شوف بتشحت ازاي, شوف بتشحت ازاي, شوف اديني حتة اديني لقمة يا حني. انت زعلتي, انت زعلتي, شوف بيضحك ازاي. تعالي يا امورتي, تعالي يا كتاتا, تعالي. حاجة غريبة اوي. شوف التودد اللطيف, شوف الرقة اللي يقول لك بهيمية. ايه فين البهيمية؟ شوف لمسات الايدين الظريفة, شوف الخضوع بقى الصغير, الخضوع شوف ازاي يوطي كده اظهارا للخضوع قدام الكبير. في حاجة اسمها كبير وصغير. شوف, شوف الوشوشة, شوف الوشوشة الحلوة دي. ده القرد الصغير حسونة, ده هنعمل عليه حلقة كاملة من أول ما اتولد لغاية ما كبر. ده لعبة العيلة حسونة ده. قتلوا نسناس وياكلوه. شوف الزعيق الكبير المعلم ده قاعد قاعد في معلم. ابتدوا عاوزين يعسلوا تعسيلة كده, ابتدوا يتوبوا. هنشوف حياة الشمبانزي من أول ما يصحى الصبح. أول ما يصحى الصبح تبتدي تمارين الصباح, بينادوا على بعض. شوف بينادوا على بعض إزاي, يجوا من كل حتة جري تتلم العيلة. شوفوا جايين منين, من آخر الدنيا طرزان, تك 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 جري. ويتحرك موكب العيلة, الأم وولادها. غالبا الأب بتلاقيه صايع في الغابة متشرد ماشي على كيفه, واللي شايل الهم دايما هي الأم. شوف شايل ابنها على ظهرها ازاي, وبعدين لفعها كله مدد. دي صباح الخير, اسمها صباح الخير يا قرديتي دي. يا سلام, ولا اقعص محلك وفير. النظافة والتفالي, شوفوا هو كمان بيفليه. لا بمزاج, تلاقيه بيعمل كده بمزاج كده, وحاجة على المهل, شعر شعر كده. وبعدين يديها بقى ايه تفلي. شيء عجيب صحيح. شوف النظرة, شوف الحسونة الصغير شايلاه اخته.
دقنه البيضة الغريبة دي. للمعلم الكبير حوار إرداوي. حالة هياج عام. شقاوة. كل بيجري. هوبا بالطوب حدف يا جدع. واحد رجله اتكسرت والجزع. تشوف بيعرج ازاي. شوف بيعرج ازاي. صاحبنا بيواسيه. مال رجلك بتاكل ورق شجر. احيانا القرود تذبح مسانيس وتاكل. شوف شوف بيعمل ايه. زي بعضهم بيقرمى قرمى ضوافره. ساعات بيصطادوا بقى نسناس من دول ويذبحوه وياكلوه. شوف السف... شوف النجل ده مبيت حاجه هيصطادوا. هنشوف واحد سفاح تاني اهو. شوف شوف السفاح ده. شوف بصيته شكله ايه. سفاح تمام ناوي على نية. اهو ذبح النسناس وقاعدين يمزمزوا. بيأكل مراته بقها. فتفوتة يا حبيبتي فتفوتة 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 يا حبيبتي. يا عيني يا عيني يا عيني. ده ايه الملغية دي. النسناس خلص بقى مش فاضل منه للحتة الصغيرة دي. فقاعد بقى الحاجة اللي زي الفرد هي اللي فضلت من النسناس. خلصوا عليه كله. واحيانا يصطادوا حشرات الترمايت. يصطادوها باعواد القش. يستعدلوا عود كده ويقعدوا يدسوه في الخرم يطلع عليه حشرات الترمايت فياكلوه. والقرد الصغير بيتعلم. شوف ازاي بينظف عود حطب اهو. وهو كمان هيصطاد له شويه ترمايت. الحشرات حشرات دي طعمها لذيذ قوي. الترمايت دي في جنوب السودان يبيعوها زي السوداني. يشوها. شوف طلع شوف حشراته قد ايه. قاعد ياكل ويمزمز اخر مزمز. اول اختراع للادوات بين القرود. دي بدايه عاصفه مطر. السحب بتتجمع. لما تبتدي الامطار تنزل يحصل هياج بين القرود. القرود تحب المطر وتحب تلعب وتستعرض قوه. تعمل استعراضات قوة أثناء المطر. والمطر نازل غزير. شوفوا بقى شوفوا الجري بقى والرمح. أوبا آخر لعب. آخر لعب. آخر لعب. آخر تهريج. حبوا يستعرضوا قوي لما يكون في مطر. مالك يا حبيبتي سقعانة؟ العيلة الإرداوي دي عيلة عجيبة أوي. تحس بالرابطة الغريبة رغم إنهم حيوانات. وتحس إن كل واحد له في مكانه ما يتخطاهوش. صغير صغير وكبير كبير. شوف النونو لابد إزاي في صدرها. شوف
تشوف الزوج ما تعديش على جوزها لحظة إلا ويدللها ولو يلطف. ده الملطفة مستمرة. شوف الزوج شايف بس بس إيده شوف لطعت الكريمة شوف زي لطعت الكريمة حاجة ديها إيده كده تروح بيسها حاجة منظر يجنن. قبلة على يد زوجي شوفوا الترددات الحلوة ببساطة كده يروح مديها إيده تروح هي لطعة كريمة على طول حاجة غريبة. وقرود قرود حيوانات فين البهيمية بقى اللي بيحكوا عنها فين ده رقة رقة ما فيش بعد كده رقة. سنسونة الصغير عمال يشقلب على الشجر ابتدى يعمل السفنجة اللي اتعلمها من الكبار دي ياخدوا لحاق الشجر يمضغوه ويحولوه لسفنجة يمصوا بيه. شوف بيلعب دواخين يا لمونة ازاي. شوفوا الاثنين القرود بيلعبوا مع بعض زي العيال بتوعنا تمام. وبعدين انت غشيتني في اللعب انت مجرم يخشوا مع بعض خناق على طول انا مسكتك الاول. شوف وقع زي البروت ازاي. هنعمل حلقة كاملة عن سنسونة الصغير ده من اول ما اتولد لغاية ما كبر. عمال يشقلب اخر شقلب. شوف بيخش بقى في حضن امه كده تاخده في حضنها كده وتشب الطبطبة اللطيفة دي. ابتدوا يتوبوا. صاحبنا نايم على ظهره البيه. شوف البيه نايم على ظهره ازاي. شايف نايم على ظهره ازاي. اخر مزاج. كاميرا عجيبة صحيح مصاعف عبقري. شوف هي بتتوب شوف. تقول له يا ولا خلي ابوك ينام. ابتدى النعاس حتى في عينين سنسونة الصغير. كله بيتوب هيبتدوا يجهزوا بقى الايه فراش عشان النوم فيعملوه من ورق الشجر. شوف ازاي عامل مرتبة حلوة. اخر مزاج عامل مرتبة من ورق الشجر الحنين كده يروح ممدد. يوم طويل من الحب واللهو البريء. شوف ممدد على الشجرة ازاي. كل واحد يعمل له مرتبة. شوف يمدد ازاي. يا سلام الاسترخاء الظريف ده يا عيني. تصبح على خير يا حبيبي. قطعا اللي شافوا الفيلم ده معانا حسوا في لحظات بان الخط الفاصل بين الحيوان والانسان اختفى لكنهم بيشوفوا بني ادمين. وده اللي بقوله ان احيانا بتنعكس حتى الآية. الواحد بيشوف الانسانية في الحيوان ويشوف البهيمية في انسان. احيانا بيشوف العقل في حيوان واحيانا بيشوف الجنون في انسان واحيانا الفاصل اللي بين الحيوانيه والانسانيه يرق ويرق ويختفي. مفيش شك ان الشبه اللي بين القرد والانسان ليس مجرد شبه شكل
لا ده في شبه في السلوكية وشبه في الخلقة النفسية من جوه. قطعا اللي يتتبع لقطة ولا لقطة, وهنا كمان المصور عبقري عبقري فعلا ان هو يختار لقطات كل لقطة بتعبر تعبير عميق قوي عن اللطف والغزل والرقة والحنان. قطعا هيراجع نفسه ألف مرة اللي هيشوف حلقة زي دي قبل ما يرجع يقول ايه حيوان وحشية وبهيمية حب الحيواني, كل الكلام ده هيتردد كتير قوي قبل ما يقوله مرة تانية, لانه شاف ولمس الرقة واللطف والوداعة والعواطف الحلوة في عيلة حيوانات عجماوات. هو في الواقع غريبة ان ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في القرآن عن اغلبية البشر ذمهم, ذم الاكثرية, القرآن ذم الاغلبية والاكثرية, واعتبر ان احيانا الاكثرية بتبقى اسوأ من الحيوان, ان هم الا كالانعام بل هم اضل. قال ان اكثر الناس لا يؤمنون, ان اكثر الناس لا يفقهون, ان اكثر الناس لا يعلمون, ان اكثر الناس لا يشكرون, ان يتبعون الا الظن وما يتبع اكثرهم الا ظن, وان تطع اكثر الناس يضلوك عن سبيل الله. وبعدين في الاخر يقول لك انهم الا كالانعام بل هم اضل, يعني أضل من الأنعام وأسوأ من البهيمة. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى عن الأكثرية والأغلبية, وهو اللي خلقهم طبعا هو عارف أكتر من كده. إن ربنا ينصحنا إذا احتاج الأمر أن نتفكر في قضية من قضايا الدين, قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا, يعني ما تخشوش في شلة, ما تلتمسوش أكثرية أو أغلبية, لا واحد أو اثنين يتلموا على بعض ويقولوا فكروا, مش أكثر من واحد ومش أكثر من اثنين. ليه؟ لأن الأكثرية لما تتلم يبتدي يظهر غريزة القطيع فيه. شوفوا في المظاهرات مثلا, في وسط المظاهرة والألاف المؤلفة ماشية يطلع واحد يهتف وتاف, يروحوا داخلين مكسرين المحلات ويطوبوا بتاعوا أكل وحاجات, في لحظة يطلع الحيوان اللي جوه الإنسان وتطلع غريزة القطيع ويظهر الإنسان في الجموع, يظهر بالوجه الغوغائي, الوجه الغوغائي. وربنا عشان كده وصف الأكثرية بأنها ممكن تبقى أضل من الحيوان وأسوأ من الحيوان. وعشان كده الديمقراطية في الإسلام مختلفة, تختلف كتير عن الديمقراطية الغربية, لأن الديمقراطية الغربية عندها الأغلبية كل شيء. إذا الأغلبية أقرت قانون لإباحة الشذوذ الجنسي يعدي من البرلمان, إنما النظرة الإسلامية مختلفة تماما, لا احترام بالمرة للأغلبية ولا لرأي الأغلبية أبدا إذا أجمعت حتى إجماع تام مطلق على شيء ضد الشريعة. إذا أجمعت الأغلبية على الخمر ولا لها اعتبار ولا لها أهمية, زي العميان ما يجمعوا على شيء بصير واحد يغلبهم. ففي حدود لمسألة الأغلبية في النظرة الإسلامية. في النظرة الغربية ما فيش حدود, إجماع على شيء أغلبية قالت يمشي, إنما إحنا لا, إذا الأغلبية أجمعت على شيء ضد الشريعة لا اعتبار لهذه الأغلبية بالمرة. وبعدين الأغلبية لا تستشار في مسائل العلم ومسائل الفكر ومسائل العقيدة ومسائل الأغلبية يستمع إليها في مسائل معاشها بس, يعني مسائل الغلاء, الإسكان, الري, الزراعة, يسمع لرأيها والنائب اللي بيمثلها يقول رأي الأغلبية عاوزين إيه ويشتكوا, حتى ممكن يشتكوا الحاكم. لكن إذا كانت القضية قضية فكر أو قضية علم أو قضية فقه
فلا ما يستمعش الأغلبية بالمرة، إنما اللي يستشار لما قال شاورهم في الأمر مقصود الإسلامي هنا أولو الألباب الصفوة، مش رجل الشارع لا، في قضايا العلم يبقى الذين يستشارون هم أولو الألباب وهم الصفوة. أما الأغلبية فيستمع إلى رأيها وإلى شكاواها ويبقى في ناس يمثلوها، ده الجزء من الديمقراطية الغربية اللي ممكن نبقى متفقين معاه. لكن إن هذه الأغلبية ممكن بالإجماع تمرر قانون فيه إهدار للشريعة أو ضد حكم ربنا سبحانه وتعالى، ده أمر لا يصح أن يلتفت إليه بالمرة، وده وجه الخلاف بين الديمقراطية كما نفهمها إحنا كمسلمين وكما يفهموها هم في الغرب كناس غربيين. فنرجع تاني نلف نقول إن ربنا أدان الأكثرية وذم الأكثرية وقال إنها بتتبع الظن، وقال إن اللي يمشي وراء الأغلبية يضل، وقال إن الأغلبية ممكن تبقى أضل من الحيوان ودون الحيوان. وبالعكس نقول القرآن جه في آيات ومدح الحيوان، وبالعكس قدم نماذج غريبة من حيوانات بتدي نصيحة الإنسان، يعني مثلا الغراب اللي رايح يعلم قاتل أخيه كيف يواري سوءة أخيه، مين اللي بيعلم القاتل؟ غراب. ربنا بعد غراب يعلم القاتل كيف يواري سوءة أخيه، شوف بعد حيوان يعلم إنسان. أو مثلا الهدهد، هدهد سليمان لما يرجع من عند ملكة سبأ ويتكلم عن ضلال الناس دي ويصف ربنا يقول لك الله الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض، ده يعني عالم فقيه، وده حيوان هدهد بيتكلم عن ربنا وعن قضية توحيد وعن قضية عقيدة، ويصف ربنا الوصف الجميل الذي يعلم الخبأ في السماوات والأرض، ده يعني ولكنه إمام الشافعي. وكذلك نشوف إن ربنا يبعت حوت فيبتلع نبي عشان يديله درس، لأن النبي يونس عليه السلام بعد ما أعايته الحيل سنين عمال يعز القوم اللي هو ربنا كلفه بيهم وما فيش حد بيستمع إليه بالمرة، فهج بقى هج هج، ربنا قال له انت رايح فين؟ ما هو حد يهرب من ربنا؟ فالحوت ابتلعه عشان يديله الدرس البسيط اللي ما فيش مهرب من ربنا، ما هتهرب من ايه؟ من ربنا فين؟ ما العالم بكله بتاعه، العالم كله يقول لك لا مهرب من الله الا اليه يعني بتهرب منه اليه، ما هتروح فين؟ ما هو العالم كله بتاعه وبيده مقاليد كل شيء. فمين اللي اعطى الدرس؟ حوت. ف يعني مساله تستوقف النظر ان في اكثر من مناسبه ربنا سبحانه وتعالى يقدم حيوان ويجري على لسانه حكمه ويبعث الحيوان عشان يعلم انسان. وفعلا قطعا اللي عاش معانا حلقه الحلقه بتاع الليله دي وشاف القرود بتتصرف ازاي وهم قرود، قطعا هيوافق ان الحيوان احيانا بيبقى ارق والطف واكثر انسانيه من الانسان. نفسي نطلع بحاجه واحده بس من الحلقه دي، ان احنا نبطل قله ادب على الحيوانات. والى حلقه قادمه ان شاء الله.